بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن طريقة إدخال جدول في الإكسل أو طريقة عمل جدول في الإكسل. أول حاجة هنيجي هنا بنفتح الإكسل في مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت إكسل عندي هنا مايكروسوفت إكسل 2010، بنفتحه. بعد ما أفتحه باجي على كلمة إنسيرت، أوكي، إنسيرت أي حاجة بقى أنت عايز تعملها. إنسيرت، إنسيرت معناها إدخال. How to insert a table in Excel. You will هتعمل ايه؟ هتيجي هنا تحدد البندل اللي انت عايزها، وليكن هتعمل مثلا اربع فنادق. You will make four cells or four columns and you will go here table. ممكن تكتب هنا العرض، هنا بتيجي على homes، وبتيجي بعد كلمة home بتيجي تعمل all folders. لو عايز تعمل مثلا مجموعة من الأرقام فيه تكتب 1 2 3، نفترض إن مش هينفع أكتب ده كله، باجي بحدد كده وبسحب، بخلي العلامة دي لما تيجي علامة الزائد it will become plus like plus and you will drag. تيجي عند كلمة علامة الثلاثة تسحب، ده عندي متسلسلة مايكروسكوب. برضه هنا بالشكل، برضه عايز أوسع الجدول بحدد هنا باجي all folder، باجي من هنا لو دي مش موجودة بختار all folder. فكرت إن أنا عايز أكبر الخانة دي شوية، بسحب كده كبرت الخانة، ماشي. أكبر دي نفس الشيء، لو افترض إن أنا مثلا عايز أكبر كله مرة واحدة، باجي هنا عايزهم مثلا كام بكسل، بسحب. فين كتب لي هنا لو لاحظت عند كده أنا صغرت، ماشي. لو أنا عايز أكبر كله بقى مرة تانية بسحب عشان يبقى كله بنفس المقاس. باجي كده وبعمل لما لو لاحظت هنا السهم عندي كده، السهم باصص في الاتجاه اليمين، لما باجي الاقي السهم له رأسين، رأس اللي فوق ورأس اللي تحت، بسحب كده بوسع. ده شكل الكابل اللي انا عايز. نفترض انني عاوز اعمل ايه؟ اعمل اي حاجة في الجدول، عايز مثلا الون السطر اللي فوق ده، مثلا احط اللون اللي انا عاوزه، اغير اللون من اصفر لاي لون تاني، بحدد. مثلا نفترض ان انا عايز احدد الرأس، باجي هنا واختار اللون مثلا لون تاني غير الاصفر الموجود مثلا، ماشي. نفترض ان انا عايز اكتب الارقام، هنا 1 2 3 وهكذا، سوري، ماشي. نفترض ان انا مش عايز اكتب كده، ممكن اسحب برضه وباجي العلامة ديت، لاحظ علامة الزائد بتتحول باللون الأسود وبسحب، أوكي، بيطلع لي ويندوز كي فور فايف. لاحظ إن هنا جت الألوان، عايز أوحد الألوان، باجي وأختار اللون اللي أنا عاوزه، أي لون، أوكي، وهكذا. دي طريقة عمل جدول في الإكسل، طريقة سهلة وسريعة، وأتمنى إن شاء الله إنكم تستفادوا منها.